أنني
ويش رانا شادين ويكا الله 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 اعوذ بالله عودوني ما كنتم مستهما الله انا في صمام بمن حاجة
وزدنا تمشوا لنا يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك كفاه الإله فخرا أسجدنا له الكرام وخصصه بعظم أدراك به المرام يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صل يا ربي وسلم صلاة ترضي الأمين محمد كنز المفاخر شامخ القدر نبينا يا حبيب سلام عليك جاءتك فيه البشائر عن قدوات المهتدين يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك مش دراسكم من اللي طلعت فوق لا زينو وانتو ما تسمع انتو ما تسمع Oh, God.
أنور الجيل تابيه القرآن.
نوراً وزيتاً ضياءاً جئت معتادي لا يكون الكون حتى يظهر بك متجمي يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك في الأثار قلت الكون منك تمثل من حضرات القدس جئت وأنت فيها لم تزل يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال في السم فكانت هباء أمرت وكنتم أزواج ثلاثة وأصحاب لمنة ما أصحاب لمنة وأصحاب الشأمة ما أصحاب الشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة المتكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال ذر المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بسر مخضوض وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء أما جعلناهن أبكار حروبا أطرافا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحليب وظلم يحوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون عن الحنط العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ملوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون لمنها البطون فشاربون عليهم الحليب فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم هل لا تصدقون أرأيتم ما تمنون أن تخلقونه أم نحن الخالقون نحن
قدمنا بلكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وأنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم منشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون أنتم زرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فأنتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المسجد نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أنتم أشجتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فاسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أما بهذا الحديث أنتم مذهلون واجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فاسبح باسم ربك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم يا جعل الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول نشأة إلى ما لا نهاية لكمالات اللهم يا جعل الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول نشأة إلى ما لا نهاية لكمالات اللهم يا مجعل الصلاة عن النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول نشأة إلى ما لا نهاية لكمالات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والمؤمنون لا إله إلا هو العزيز الحكيم الدين عند الله الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.
أجمعين. ما راحتي ما راحتي الله الله إلا لقاء أحباب الله الله ما راحتي ما راحتي الله الله إلا لقاء أحباب الله الله طيب لي قد أحباب لي في كل ساعاتي لأن لي قد أحباب لي فيه المنابع ما راحتي ما راحتي الله الله إلا لقاء أحباب الله الله يا قرات العيون لي تالله إنني على عهدكم باقي وفي الوصل طامع ما راحتي ما راحتي الله الله إلا لقاء أحباب الله الله قد نباتت في القلب محبتون كما نباتت في الراحتين الأصابع ما راحتي ما راحتي الله الله إلا لقاء تلك المراضيع ما راحتي ما راحتي الله الله إلى لقاء أحباب الله الله لا إله إلا الله لا إله الحمد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الحمد يا ربي في وجهه ونور على الجبين نضاء ذات لدى لا إله إلا الله لا
الحصان ذل الحوى ذل لا إله إلا الله من يشاء بلا حصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الحمد فله مزيد الحمد والثناء والشكر المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله لا وسواك في كل ما يرى قد فاز برضاك بشراه يا
بشرى المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله يا مطبع الأنوار يا بهجة العشاق الشمس والأقمار من نورك البراء المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله يا راني معناك فؤادي به كم له في هوى آيات من هدى المدد المدد اسقينا بالمدد يا حبيب الله يا يا غريب إلي من نفسي شمسك لا تغيب فيها طاب أنسي المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد والخلق في سلام أنا ثم سوى فالله وبالله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله من لا يدرك وصول طريقة الرسول فؤاده معلوم ما له من طبيب المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله والأرض كالسماء والناس فيهما مخطئ ومصيب المدد المدد يا رسول الله 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 الله
لك كان الله 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 نار المهتلى من قبلي الله 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 رحيت منها كيف حال الله 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 رد ليالي يا وصلي الله 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 ليلها إلا الله ربك الله قبلي ليلها إلا الله رأيت منها كفاحا ليلها إلا الله رد ليالي يا وصلي ليلها إلا الله وإذا ما تدنى ليلها ألقات في جمع شملي ليلها إلا الله سرت جبالي يدك ليلها إلا الله لهيبات المتجلي ليلها إلا الله ذاح سر خفي ليلها إلا الله ليلها إلا الله سرت موسى زماني ليلها إلا الله وصار بعضي يا كلي ليلها إلا الله موت فيه حياتي ليلها إلا الله وفي حياتي يا قتلي ليلها أنا الفقير المعنى ليلها إلا الله قولي حالي وذلي ليلها إلا الله ليلها إلا الله شافعنا رسول والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، ما أعظم هذه اللحظات، هذه السنة الميمونة، هذه السنة السنوية التي تجتمع فيه هذه الوجوه الطيبة من سائر وطننا الكوني، تأتي من أجل الله سبحانه عز وجل، ويكون التتويج والتحفة بحضور شيخنا سيد خالد زاد الله في مدده. هذه الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية أيها الأحبة هي طريقة صوفية تربوية أبت إلا أن تتواصل مع الجميع، أبت إلا أن تبلغ حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإسلام الذي يترجم قيما أخلاقية عالية من التسامح والسلم والتعايش. العالم برمته الآن ينتظر من المسلمين أن يمدوا إليهم أيديهم لكي يترجموا حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه عز وجل رحمة للعالمين. وما يزال الشيخ المبجل المحفوف المكلوء برعاية الله سبحانه عز وجل ينتقل من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى دولة، يحمل بينه حقيقة هذا الدين، يعرف سلمية هذا الدين ورحمة هذا الدين، حتى دانت له 193 دولة، 193 دولة آمنت وتيقنت ورأت حقيقة هذه الدعوة. وفي هذا الإطار أيها الأحبة،
يحضر معنا جمعية أبت إلا أن تشارك معنا هذه الحفلة الربانية في شخص رئيسها سيدي الأستاذ سيدي البشير رشيد البشيري، وهي المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس. أبت عربونا منها أن تقدم عربونا وهدية إلى شيخ الطريقة العلاوية سيدي خالد زاد الله في مدده، اعترافا منها على جزيل عطائها وعلى حيويتها، فليتفضل مشكورا. الله الله. الله أكبر. نصورك Thank you.
خلي يدعيك بربي خليه يدعيك به سلام الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وأشق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لديك فتحا لا سيدنا الله يفتح علينا جميعا آمين. الله يفتح على من طلب الفتح آمين. اللهم يا ربي بمناسبة هذه الذكرى التي تصادف 35 للفقراء العلويين هما والشيخ اللهم يا ربي ارحم وبارك وانزل من كثر فضلك على صاحب هذا المقام آمين. اللهم ارحم وبارك وانزل من كثر فضلك على صاحب هذا المقام آمين. اللهم يا ربي اجعل مقامه هذا مأوى الرغبات لكل رغب آمين. اللهم اجعل مقامه هذا مأوى الرغبات لكل رغب وملجأ الطلبات لكل سائل وطالب اللهم ارفع درجته آمين. ورتبته السابقين الأولين فتحا لا سيدنا الله يفتح علينا جميعا آمين. الله يفتح على من طلب آمين. اللهم يا رب يجعل بركة في الجميع في جاه النبي الشفيع اللهم يا رب إذا تجعل في مجتمعنا هذا ما كتب عليه الشقاء وارضى عنا يوم اللقاء وأكرمنا بمرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلفه فقط فتح الله سيدنا الشيخ الفقهاء الله 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 يجعل له الزيارة باش من واحد آمين الله يزد المدد ديالو يا رب العالمين الله يزد المحبة ديالو آمين الله كيكرر هذه الذكرى آمين الذكرى كتصادف 35 الله تبارك يجعل له الشفاء آمين الله يجعل له بالفرج آمين الله يعطيه الشفاء آمين الله يعطيه العافية آمين الله يخليه لنا بركة آمين الله يجعل بركة يجيبه الصواب آمين الله يجيبه الصواب آمين مع الفقراء داخل الوطن وخارج الوطن آمين الله تبارك يمد بمدده آمين اللهم امدده بمددك آمين اللهم ارزقه الإعانة والتوفيق آمين اللهم ارزقه الإعانة والتوفيق آمين الله يزيد من محبة ديالو آمين اللهم يا ربي امدده بمددك آمين اللهم يا ربي يعطيه ما تمنى آمين الله يخليه بركة آمين الله يعطيه التيسير آمين الله يعطيه الفرج آمين والفقراء جميعا الطلبة الشرفاء اللي هما داخل الوطن وخارج الوطن واللي كيمارس العمل ديالو الله يجعل لهم هالزيارة مش منهم آمين الله يجعل لهم هالزيارة مفتاح يا رب آمين الله يجعل هالزيارة مفتاح للخير آمين الله مغلق للشر آمين الله يفتح لهم الأبواب آمين الله يزيد المحبة ديالهم آمين الله يزيد بالإيمان ديالهم آمين الله يحفظهم في أولادهم آمين الله يحفظهم في أزواجهم آمين الله يحفظهم في متاعهم آمين الله يعطيهم ما كيتمنوا آمين الله يجعل لهم هالزيارة بالخير آمين اللهم اجعل يا ربي هالزيارة مفتاح لكل خير يا رب هو مغلق لكل شر اللهم أعطي للطالبين ما طلبوا والسائلين ما سألوا الله يجعلكم هالزيارة بالخير الله يجعل ابتسيح اللهم يا ربي حقق رجاءهم آمين. اللهم اعطيه لكل واحد سبله آمين. اللهم اعطيه لكل واحد رجاءه آمين. الله تبارك يعطي للجامع ما تمنوا وفوق ما تمنوا الفقراء جميعا سيدنا اللي داخل الوطن وخارج الوطن الله يجمع الكلمة ديالو الله يجمع الكلمة ديالو الله تبارك يحفظهم الله يسر الأمر ديالو الله يفتح لهم الأبواب الله تبارك يحفظهم الله تبارك يعطيه ابتسيح ختم سيدنا جلالة الملك اللهم احفظ لنا سيدنا أمير المؤمنين آمين. اللهم احفظ لنا سيدنا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك آمين. محمد السادس آمين. اللهم كن له خير ناصر ومعين آمين. اللهم كن له خير ناصر ومعين آمين. اللهم انصره وانصر جيشه وعساكره وكن اللهم مؤيدا له وناصره وحامله الله يحفظنا في هذا الوطن آمين. الله يخلي هذا الوطن محصن آمين. الله يخلي هذا الوطن محصن آمين. بالدعاء أمير المؤمنين آمين. الله يحفظنا في هذا البلد آمين. اللهم اجعل هذا البلد لوحى أمن وأمن اللهم اجعل هذا البلد لوحى أمن وأمن الله تبارك يقضي الغنى في الجميع الزوار جميعا اللي شاركوا هذه الذكرى مع الفقراء العلويين اللهم يا ربي كل واحد بنيته اللهم كل واحد اللهم اعطي للطالبين ما طلبوا والسائلين ما سألوا الله يغفر ذنوبا جميعا وليداتنا وليدات المسلمين الله يسمحهم الله يبليهم حب الله الله يعطيهم التيسير الله يعطيهم النجاح الله تبارك يحفظهم الله يسر الامر ديالهم اللي كيكون شي حاجه بخير في القلب ديالو كيتطلب الله الله يحفظهم الله يشفيه اللي كيطلب شي طلب الله يبليهم الله يجعل هالزياره بالخير وبالتيسير والسعاده على الفقراء جميعا وعلى الوطن ديالنا وعلى جلالة الملك والنصر والتمكين الله يقضي الغنى في الجميع في جهة النبي الشفيع بحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا خير شيخ. سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك السلام عليكم. السلام. صافا؟ أنا بس الحمد لله. كيف الجامعة سيارة؟ وي.